كثير من جوانب الشبه تجمع بين الثقافة العربية واليابانية، جوانب يمكن كثير منا ما يعرفها. خلونا نشوف هذا التقرير عن الموضوع. تفتح العولمة ووسائل التواصل الحديثة المجال للاحتكاك بين الثقافات، وهذا الاحتكاك يشكل فرصة للاستكشاف المتبادل لما هو مشترك بين هذه الثقافات. وتكمن أهمية تلاقي الثقافة العربية مع نظيرتها اليابانية باعتبارها نموذجاً نجح خارج إطار المركزية الأوروبية، واستطاعت أن تقيم التوازن بين الأصالة والمعاصرة بما يشبه الهم العربي. فالتقاليد اليابانية استمرت حتى يومنا هذا محافظة على تراثها، ويمكن تقسيم الخصائص المشتركة بين الثقافة العربية واليابانية إلى عدة مجالات، مثل الأخلاق والأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية. وهنا يؤكد الدكتور عبد العزيز التركستاني سفير المملكة لليابان سابقا في ورقة بعنوان محاولة لفهم الشخصية اليابانية من منظور عربي إسلامي، أن هناك عددا من العادات المشتركة بين الشعوب الإسلامية العربية والشعب الياباني، مثل حسن الضيافة والكرم اللذان يأتيان في مقدمة القيم اليابانية كما عند العرب. ومنها أيضا النظافة، فاليابانيون يغسلون أيديهم ويتمضمضون ويستنشقون قبل دخول معابدهم، كذلك المحافظة على العهد والتحلي بالشجاعة والإقدام. وهناك الحمد والشكر عند الأكل، فقبل تناول الطعام يقول اليابانيون عبارة إيتا ديكاماس المعبرة عن شكر المنعم، وعند الانتهاء يقولون غوتشي سوساما ويمكن ترجمتها بشكرا على الوجبة. وكل هذه القيم والأعراف نجد لها جذورا في القيم الإسلامية العربية. الأساسات موجودة لا زالت.